طيب عايزين نروح للخبر حابة مهم، لان يهم ناس كتير جدا من اللي حاجزه، خصوصا عربيات. ناس كانت حاجزه عند الوكلاء وما استلموش، والوكلاء في حد النهارده والله بيحكي لي بيقول لي ده انا كنت حاجز بمبلغ قد كده، فكلمني الوكيل وقال لي تعالى خد فلوسك. كان ده من كام شهر يعني، قال تعالى خد فلوسك، من شهرين مثلا، قال تعالى خد فلوسك، وخدت الفلوس المؤدية اللي انا كنت دافعه وخلاص. النهارده في قرار محترم الحقيقه، يعني كان في اجتماع طارئ لمجلس اداره جهاز حمايه المستهلك، بيشوفوا تاثير الازمه دي على السوق، السلع المعمره وخصوصا كمان السيارات. ف طلعوا بقرار مهم، تسليم كل من سدد قيمه سلعه معمره او سياره كان حاجزها قبل 12 ابريل هياخد فلوسه، لو مش عايز يكمل هياخد فلوسه من الوكيل ده او من التاجر ده دون عبء اضافي، ولو حب ان هو يسترد برضه الفلوس المقدم ده هياخده بفايده اللي هي 18% اللي هي كانت اعلى فايده، يعني او اعلى بقى فايده بنكيه في السوق من بدايه الحجز. فبرحب بالمهندس ايمن حسام الدين رئيس جهاز حمايه المستهلك. مهندس ايمن مساء الخير يا فندم. مساء الخير استاذ عمرو، تحياتي لحضرتك وللمشاهدين الكرام. اكيد القرار ده هيسعد ناس كتير من اللي حاجزه، والوكله بتقول لهم تعالوا خدوا فلوسكم المقدم. طب انت واخد الفلوس بقالك كام شهر حاجزها عندك، فلوس الناس دي كلها. الحقيقه زي ما حضرتك تفضلت استاذ عمرو، يمكن انا مش هقدر ازايد على اللي حضرتك المقدمه. المساله زي ما حضرتك تفضلت، ما ينفعش ان انا النهارده واحد يروح يحجز سلعه وبعد ما يتمناها ويحلم بيها ويتوقع ان هو هيلاقيها، اجي اقول له والله نتيجه ان في ظرف معين انا مش هقدر يعني استمر في، وانا واخد فلوسه خمس ست شهور حاططها في البنك بتعد يعني. بالظبط بالظبط. فالنهارده كنا بنفصل ما بين يعني خط، يعني في خط فاصل ما بين حالتين. حاله قبل 12/4 قامت بسداد كامل يعني سعر السلعه، ودي النهارده ليها الحق ان هي تستلم السلعه بنفس السعر اللي هي حجزت بيه، وملتزم الوكيل بانه يسلمه. دي الجزء اللي هو حجز ولا تمام سداد المبلغ؟ تمام، يعني حجز، اقصد اقول ان هو قام بسداد كامل في كامل المبلغ، كامل المبلغ قبل يوم 12/4، فده النهارده قولا واحدا هيستلم السلعه بتاعته بالسعر الرسمي اللي كان مثبت في ايصال الحجز او كان معلن من الوكيل في وقتها. تمام. ده بالنسبه للي كان مسدد كامل قيمه الحجز، اما اللي كان مسدد دفعه مقدمه وزي ما حضرتك قلت تفضلت بداوا بعض الممارسات اللي خلتنا نتدخل، قال له تعالى خد فلوسك، للاسف صح. انا عندي ظرف قاهر مثلا، وقد يكون هناك ظرف قاهر فعلا صحيح، لكن قال له تعالى خد فلوسك واحنا مش قادرين على يعني الوفاء بالتسليم. ففي الحاله دي زي ما حضرتك قلت ياخد فلوسه كده وترجع له بعد ما قعدت في حسابات الوكيل ست وسبع وثمان شهور. طبعا الكلام ده لا يجوز وغير مقبول، وعشان كده جهاز حمايه المستهلك خد قرار ان الحاله الثانيه اللي ما تكملش كامل سعر السلعه او السياره تحديدا عشان تبقى واضحه، لكن احنا بنتكلم عن كافه السلع المعمره كويس. والسيارات كويس. اللي ما سددش كامل السعر حتى 12 ابريل 22 من حقه استرداد ما قام بسداده من دفعات، ويضاف اليها اعلى فايده بنكيه بسعر اليوم اللي هو 18%. تمام. من استحقاقا من اول تاريخ اول حجز. مظبوط مظبوط. يعني حجز من سنتين هياخد فوائده كانه حاططها اعلى حساب مصرفي في مصر. وده لان اكيد التاجر او الوكيل هو حاطط فلوسه في البنك مش عاينهم في البيت يعني. مؤكد. يمكن بعض الناس قالت لا ده ظلم وده تشدد في يعني الانحياز للمستهلك، لكن انا النهارده بتصور ان انا كمستهلك الفلوس دي لو كنت حطيتها في وعاء مصرفي بعد مزبوط. الاراء قالت لك طب اديله وفقا للفايده اللي كانت مقرره وقت الحجز. الحقيقه احنا اعترضنا ومجلس الاداره اقر انه ياخد اعلى فايده بنكيه موجوده اليوم، لان الحقيقه مش بس الحاجز ده اتأثر بفايدة البنك، لكن برضو حصل تعويم للعملة وأصبح قيمة اللي دفعه قلت بالنسبة صح. اللي هي تقريبا ال 17% صح. اللي حصل فيهم تحريك على سعر الصرف، وبالتالي أنا برجع له مش بس 17 لا 18% من ما قام بسداده وفقا ل طيب
طيب ده يا فندم كده ملزم للناس اللي من بكره حابه تروح تاخد المقدمات اللي دفعتها تروح تاخدها وبالفايده. بالظبط يا فندم. من امتى يا فندم؟ اعتبارا من بكره، والتوكيلات معاها مده سماح 21 يوم عشان تنهي الالتزامات اللي عليها امام المستهلكين. نعم يا فندم. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، الحقيقه قرار محترم جدا وبيمس ناس كتير الحقيقه حاجزه سلع بقى خصوصا العربيات يعني، وبيفاجئوا بعد الشهور ان بعد كام شهر يعني ان تعالى خلاص خد فلوسك. طب انت فلوسك كانت او فلوس الناس دي عندكم بتعمل ايه الفتره دي كلها؟ فقرار محترم الحقيقه من جهاز حمايه المستهلك. شكرا جزيلا مهندس ايمن حسام الدين رئيس الجهاز، شكرا جزيلا لحضرتك.